مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النبات البري ونبات الزينة والفواكه والخضار. النبات بشكل عام عندنا اليوم نبتة الخطمية الوردية أو البامية أو البامية أو خطم الحديقة أو زهرة الربيع، يعرف باسم هولي هوك، يعني خطمة الوردية هولي هوك. نوع نبات ينتمي إلى جنس الخطمية من فصيلة قبازية، وهو نبات حولي شتوي. موطنه يعتقد في بداية أنه موطنه الأصلي في الصين، وهو الآن في قالب هجين من جنس الخطمة الثيلية الأصلي في تركيا وأوروبا الشرقية. يقال أنه جاء إلى اليابان لأغراض طبية منذ عصور قديمة. تنتشر بشكل دخيل في المشرق العربي والمغرب العربي وأوروبا. ارتفاع النبات من متر إلى مترين، وغالبا ما يصل إلى 3 أمتار. خصائص التولدية والاستخدام والاستعمال الطبي والزراعة، على آفات والأمراض. عليكم بالرابط أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.